المستقلين الكرد السوريين بحفل بمناسبة يوم الطفل العالمي. أدعو بهذه المناسبة جميع فعاليات المجتمع المدني لتوجيه الدعم النفسي للأطفال السوريين عامة وعفرين خاصة للخروج من الحالة النفسية الصعبة التي مروا بها خلال سنوات الحرب. بعد المرحلة الصعبة نتيجة مكافحة الفساد كان لابد من العمل على إعادة البسمة والأمل على وجوه أطفالنا. سنعمل معا على نشر الفرح وإعادة البسمة والأمل إلى أطفالنا الذين كانوا كثيرا عانوا من حروب السنوات الصعبة. شكرا.